السلام عليكم طلاب. محاضرتنا لهذا الأسبوع هي مكملة للمحاضرة السابقة بخصوص موضوع Mutual Inductance والMagnetic Coupled Circuit، واليوم راح نأخذ موضوع Transformers أو المحولات. والمحولات هي دوائر كهربائية مرتبطة مغناطيسيا، بحيث يكون عندي مرور تيار متغير في أحد الملفات يولد لي فيض مغناطيسي ينتقل إلى ملف آخر وينقل الطاقة من الملف الأول إلى الملف الثاني، مثل ما نشوف أمامنا في الفيجر اللي أمامكم. هو تكوين لمحولة. ألاحظ عندي الملف الابتدائي يمر بتيار متغير، هذا التيار راح يولد لي فيض مغناطيسي يمر في هذا القلب اللي هو آيرون كور، وهذا القلب يجب أن يكون with hypermobility, magnetic material with hypermobility، يعني عندي خواص المغناطيسية عالية. ينقل الفيض المغناطيسي بشكل كامل من الملف الأول إلى الملف الثاني، وهذا التغير في الفيض المغناطيسي الناتج من الملف الأول راح ينقل القدرة إلى الملف الثاني، وبهذا يكون عندي القدرة المسلطة على أحد الملفات بالمحولة تولد لي فيض مغناطيسي يمر بشكل كامل إلى الملف الثانوي وينقل القدرة من الملف الأولي إلى الملف الثانوي. الملف الأول اللي نسلط عليه مصدر القدرة يسمى بالبرايمري أو الملف الابتدائي. الملف الثاني اللي يكون عندي عليه لود اللي تنتقل للقدرة يسمى ملف السكندري أو الثانوي، لكن مو مهم منه منهم، ممكن أنه يكون هذا البرايمري هذا السكندري أو هذا السكندري وهذا البرايمري حسب مصدر الفولتية وشنو اللي أريده من الملفين. لكن النقطة المهمة عندي أنه المحولة تقوم بنقل الفيض المغناطيسي بشكل كامل من الملف الابتدائي إلى الملف الثانوي وتولد بي تيار وفولتية تؤدي إلى نقل القدرة من الملف الابتدائي إلى الملف الثانوي. بعض رموز المحولات اللي تمر علينا في التكست بوكس بالكتب والمصادر عادة من تكون بدون رمز أو بدون أي خطوط بين الملفين، هذه Air Core. الآيرون كور تربز بهالشكل، وهذا النوع من الفيرايت كور واللي هو أيضا مادة مغناطيسية موصلة للمغناطيسية with hypermobility تكون رمزها بهالشكل. واحدة من فوائد المحولات انه ممكن ان احصل الفولتية بفيس شيفت 180 درجة بالاعتماد على اتجاه اللف، يعني ممكن ان تكون عندي محولة بها اكثر من ملف اسلط القدرة على ملف، لكن هذه الملفات اللي بالجهة الثانية او السكندري ويندينجز ممكن أن تنطيني different polarities حسب اتجاه اللف. إذن هذه نقطة مهمة عندي، اتجاه اللف بالمحولة ممكن أن يغير لي اتجاه الفولتية أو البولاريتي بالنسبة للفولتية. المحولات بشكل عام في تحليل الدوائر الكهربائية، لما أسوي analysis لدائرة كهربائية موجود بها محولة ممكن أن أقسم الanalysis إلى نوعين. النوع الأول نقول Ideal Transformer، أعتبر أنه المحولة هي محولة مثالية وأبني تحليل الدائرة على هذا الأساس، وممكن أنه أستخدم Practical Transformer مثل ما راح نشوفها بالمحاضرات اللاحقة إن شاء الله. بالنسبة إلى Ideal Transformer، النقطة الأساسية عندي أنه كل القدرة اللي موجودة أو المسلطة بالملف الابتدائي راح تنتقل إلى ملف الثانوي، يعني القدرة الخارجة من الملف الثانوي تساوي القدرة الداخلة إلى الملف الابتدائي، ما عندي لوسز بيها، ماكو ضياع للفيض المغناطيسي. ما معناها الفيض المغناطيسي راح ينتقل بشكل كامل من الملف الابتدائي إلى الملف الثانوي، هذا الشيء يعني لأنه الكابلينج فاكتر عامل الترابط بين الملفين يجب أن يمثل لي 1 كي يساوي 1. أيضا من مواصفات المحولات الايديال او المثاليه انه يجب ان يكون، افرض انه عدد لفات الملف الابتدائي او الثانوي كبير جدا بدون مقاومه،
يعني عدد الملف اللفات في الملف الابتدائي والثانوي عالي جدا بحيث يولد لي محاطة تقريبا انفينيتي، وفي نفس الوقت ما بي مقاومة بحيث يسوي لي لوسز نتيجة الاي سكوير ار. إذن مواصفات المحولة المثالية في الاناليسز، اولا ان تكون عندي L1 L2 وL اللي هو الميوتوال اندكتنس انفينيتي تقريبا يعني عالية جدا، وعامل الترابط الكي يساوي لي واحد، بعد عندي R1 والR2 تساوي لي صفر. بالاناليسز لمثل هذا النوع من المحولات مثل ما نشوف امامنا في هذه الدائرة، اذا تسلط عندي مصدر فولتية على البرايمري راح يدخل عندي IP وEP، راح تصير عندي الفلكس الفيب راح ينتقل بشكل كامل، عندي عدد ملفات الابتدائي البرايمري هي NP وNS عدد لفات الملف الثاني، وعندي لود راح يطلع على الاي سكندري والاي سكندري. في هذه الدائرة اذا اجي للاناليسز مال هذه المحولة، الاي بي هنا يمثل لي اي ماكس ساين اوميجا تي، تمام؟ وبالنتيجة لأنه الفيض المغناطيسي هو مرتبط بالتيار ويتغير حسب تغير التيار، راح يكون عندي الفيض المغناطيسي فاي بالبرايمري، الفيض المغناطيسي للملف الابتدائي يساوي لي فاي ماكس ساين أوميجا تي نفس التيار. الآن الفولتية المتولدة على الملف الابتدائي أو اللي هي إي بي في هالحالة راح شو تساوي لي حسب قانون فاراداي؟ MP عدد لفات الملف الابتدائي في dphi by dt dphi t by dphi by dt. الآن أعوض عن دي phi p بالمعادلة اللي أمام اللي هي phi max sin omega t، إذن راح يصير عندي ال EP مقدار الفولتية على الملف الابتدائي هي عدد لفات الملف الابتدائي في مشتقة الفيف d phi max sin omega t by dt، اشتقها ايش راح يطلع عندي؟ ينطيني اي بي يساوي لي اوميجا ان بي فاي ماكس مو في كوساين اوميجا تي، واللي هي نفسها ساين اوميجا تي بلس 90. الان هذه المعادله تمثل لي معادله ساين ويف متغيره بها الماكسيمم فاليو هي اوميجا ان بي فاي، اذا الافرج او الروت مين سكوير فاليو او الافكتيف فاليو للاي بي شو تساوي لي؟ على جذر 2 اقسم، اذا الاي بي الافكتيف فاليو اوميجا ان بي فاي ماكس على جذر 2 اوميجا تساوي لي 2 باي اف، فيظهر عندي والمعادله 2.19 اللي هي تمثل لي قيمه فولتيه اللي تظهر عندي على أي ملف بالمحولة هي عبارة عن 4.4 في F في N عدد اللفات في الفاي ماكس. هذه المعادلة حاليا خلينا للبرايمري، لكن بما أنه المحولة هي ايديال وكل الملف او كل الفيض المغناطيسي اللي راح يمر عندي بالملف الابتدائي راح يمر عندي بالملف الثانوي، والقدره كلها تنتقل من الملف الابتدائي الى الملف الثانوي، اذا هي نفس المعادله لانه الفيض راح يكون عندي نفسه اللي مار بالملف الابتدائي هو نفسه راح يمر عندي بالملف الثانوي، والفاي ماكس متساويه. لاحظ الفاي ماكس نفسها اللي يمر عندي بالملف الابتدائي يمر عندي بالملف الثانوي، إذا نفس المعادلة أقدر أطبقها على الملف الثانوي، لكن الفرق اللي يصير عندي شنو؟ مكان NS راح يصير NP راح يصير عندي NS اللي هو number of secondary turns. إذا عندي صارت معادلة للفولتية بالبرايمري وعندي معادلة للفولتية بالسكندري. زين إذا قسمت فولتية السكندري على البرايمري، قسمت الـ ES على الـ EP، قسمت المعادلتين أو بالعكس الـ EP على الـ ES، شو راح يصير عندي؟ تختصر هذه القيم راح تختصر، يبقى منو عندي؟ NP على NS، إذن الـ EP على الـ ES تساوي للـ NP على الـ NS. هذا المعادلة جدا مهمة،
هذا الفاكتور اللي هو الامبي على الان اس يسمى الترانسفورمر ريشيو ويرمز الى بالرمز اي سمول. طبعا تختلف الكتب التكست بوكس قسم يرمزون لان سمول قسم اي سمول واكو غير رموز. الاكثر استخداما هو الاي سمول واللي يمثل لي the ratio of magnitude of the induced voltage is the same as the ratio of the corresponding turns. يعني نسبة الفولتية المتولدة بين الملفات هي نفسها نسبة عدد اللفات في كل ملف. يعني قد عندي عدد turns عدد لفات بالسكندري إلى البرايمري راح تطلع عندي فولتية السكندري على فولتية البرايمري. مثل ما قلنا احنا هنا قسمنا EP على ES الVE2 على الV1. يعني دائما الA اللي هو الراتيو هو عبارة عن الN2 على الN1. يعني عندي نسبة تحويل المحولة أو الترانسفورمر ريشيو نسميها اللي هي الA هي نسبة عدد لفات الملف الثانوي إلى عدد لفات الملف الابتدائي N2 إلى N1. من خلال هذه N2 إلى N1 أقدر أعرف شقد فولتية الملف الثانوي نسبة إلى فولتية الملف الابتدائي. يعني إذا سلطت فولتية على أي ملف من الملفات وأعرف عدد الترنز مالته عدد اللفات أي ملف ثاني موجود عندي بالمحولة، بمجرد ما أعرف عدد اللفات مالته أقدر أعرف شقد الفولتية اللي راح تطلع عندي على هذا الملف، لأنه أعتبر أنه الفيض المغناطيسي كله ينتقل من هذا الملف الابتدائي إلى الملفات الثانوية. في نفس الوقت لأنه القدرة تكون عندي متساوية بين الانبوت والاوتبوت، يعني أنا القدرة ما عندي ضياع بها بالايديال ترانسفورمر، كل القدرة الداخلة إلى الملف الابتدائي هي نفسها خارجة من الملف الثانوي. فV1I1 اللي هي الباور بالابتدائي تساوي للV2I2 بالقدرة بالملف الثانوي. من هذه أقدر أوصل إلى أنه قلنا V2 على V1 تساوي لي N2 على N1 وتساوي لي I1 على I2. لاحظ بالعكس القيمة، ليش؟ لأن هي حاصل ضرب الطرفين في وسطين. V1 I1 يساوي لي V2 I2، أوكي؟ V2 على V1 عوضت عنها بN2 على N1 اللي هي النسبة الأي، فراح يصير عندي التيار بالعكس. يعني المحولة الستيب أب اللي ترفع الفولتية تخفض التيار في نفس الوقت، وبالعكس المحولة اللي تنزل الفولتية ستيب داون يصعد التيار عندي بالملف الثانوي. إذن الآي 2 على آي 1 هو 1 over A، هو معكوس النسبة واللي هو N1 على N2. قانونيا مهمة حفظها إنه الـ V2 على الـ V1 هي نفس الـ A، الـ I2 على الـ I1 هو 1 over A، يعني معكوس نسبة عدد اللفات. في أي محولة من خلال الـ A أقدر أعرف هل هذه نوع المحولة شنو؟ يعني إذا عندي الـ A يساوي 1، يعني ما معناها عدد اللفات متساوي، يعني الفولتية الداخلة تساوي الفولتية الخارجة، وبهالحالة أكو استخدام لهذا النوع من المحولات واللي نسميه isolation transformer، يعزل مرحلة عن مرحلة من ناحية الكهرباء ولها استخدامات بالدوائر الإلكترونية أيضا. إذا كان الأي أكبر من واحد ما معناها شنو؟ الفي 2 عندي أكبر من V1، فتسمى هذا الترانسفورمر step up ترانسفورمر، رافعة، محولة رافعة للقدرة أو رافعة للفولتية. إذا كان العفو مو للقدرة، القدرة ثابتة رافعة للفولتية. إذا كانت أي أزر من واحد معناها الـ V2 عندي أقل من V1، معناها الفولتية الخارجة من الملف الثانوي أقل، فهذه نسميها step down، يعني محولة خافضة للفولتية. الآن حتى أوجد تأثير الزد لود في هذه لاحظ هذه عندي محولة وعندي بها زد لود وفي. هذا الزد لود عادة في تحليل الدوائر الكهربائية احنا المحولة نعتبرها ما تأثر عندي على الممانعات، فقط تغير لي قيمة الممانعة لكن تنقل التيار والفولتية بنفس الفيز بنفس الاتجاه. فحتى أسوي أناليسز لأي دائرة بها محولة أنقل
تأثير هذه الممانعات اللي بالطرف الثاني إلى الطرف الابتدائي حتى تكون عندي لينير سيركت دائرة وحدة وألغي المحولة. زين حتى أوجد تأثير الزد لود على الأمبوت إيش راح يصير عندي؟ الزد إن يساوي لي في 1 على آي 1، لكن إذا أجي أحول إلى في 2 وآي 2 راح يصير عندي 1 over A سكوير. أوكي، وتقدر ترجع تتأكد من عندها حسب معادلة الفولتية ونسبة التيار. إذا الزد إن تساوي لي V1 على I1 وتساوي لي 1 over A سكوير V2 على I2، لكن V2 على I2 شو تساوي لي؟ زد لود، زد تو يعني الممانعة بالطرف الثاني. إذا الزد إن تساوي لي الزد لود على ال A سكوير، وبهالحالة شو راح تساوي لي؟ N1 على N2 سكوير، يعني الممانعة اللي أشوفها بالطرف الابتدائي أو بالملف الابتدائي هي نسبة الملف الابتدائي، نسبة عدد لفات الملف الابتدائي إلى الثانوي تربيع في المقاومة المربوطة على الملف الثانوي. هذا أيضا مهمة جدا في الحفظ والتركيز لأنه هذا تفيدتي بالأناليسز. بشكل عام من اتجاه اللف واتجاه الفولتية المؤشرة والتيار المؤشر بالدائرة، هذا ممكن يتغير، ممكن أن أفرض التيار بهالاتجاه أو أفرضه بهالاتجاه، ممكن أن أفرض الزائد بهالاتجاه، ممكن أن أفرض الزائد بالاتجاه المعاكس. حسب الدوت نوتيشن واتجاه التيارات ممكن أن تكون عندي سالب أو موجب، يعني الفولتية أو التيار عكس البولاريتي مالته، يعني بزاوية 180 أو بزاوية 0. هذا الفيجر ينطيني ملخص شلون أعرف أخلي راح إشارة ماينس أو ما راح أخلي إشارة ماينس. تقدرون تراجعوا وتشوفون تأثيره. يعني هسه أني إذا عندي التيار عندي الدوتس اثنين هم بالأعلى والفولتية عندي بلس وهنا بلس، هذه موجب لأنه الفولتية اللي راح تصير إذا صعدت الفولتية بهذا الطرف راح تصعد الفولتية بهذا الطرف. لكن عندي هنا فرضت أنه التيار بالعكس داخل، لاحظ هذه هسه شوية بها اختلاف عما أخذناه سابقا ويا المحطات، لكن لازم نركز عليها بتحليل الدوائر لأن هذا تغير للنتائج كلها إذا غيرت الإشارة السالب. يعني V2 على V1 هنا تساوي لي N2 على N1 موجب، وأيضا I2 على A1 يساوي لي N1 على N2 موجب، لأنه لاحظ هذا طالع من الدوت هذا داخل وكأنه بنفس الاتجاه ماشي التيار. أوكي، كأنه بنفس الاتجاه، هذا أفرضه موجب. لكن في هذه الدائرة في هذا الفقر الدوتس عندي اثنين هم من الأعلى، الفولتج إشارتها موجبة، فإذا هي موجبة، لكن التيار عندي عكس واحد عكس الثاني، إيش راح يصير نسبة التيار بالسالب؟ هذه لأنه أنا فرضت بالدائرة بهالرسم، فإذا أنا من أجي أسوي أناليس. طبعا إذا الدوت اختلفت الفولتية راح تصير عندي سالبة هنا، لاحظ لأنه أنا إذا الموجب منه والموجب منه بس الدوت مختلف مو؟ فإذا أجا موجب منه عندي راح يطلع موجب من هذا الاتجاه فتصير الفولتية سالبة. التيار اعتبرناه موجب لأنه لاحظ هذا طالع من النوت هذا داخل مثل هذه الحالة بالضبط بنفس الاتجاه يعني. فهذه بس شوية نراد لها تركيز تنتبهوا لها حسب الدائرة اللي موجودة عندك، حسب إشارة الفولتية وإشارة التيار اتجاه التيار راح أعرف إنه الفولتية أكتبها موجب لو أكتبها سالب، والتيار أكتبه موجب لو أكتبه سالب. راح يغير لي به فقط الإشارة بالناتج النهائي. أوكي، هسه راح نأخذ عليها أمثلة حتى نفهم كيفية استخدام الأناليسز بالمحولة وهذا الدوت نوتيشن. عندي مثال، المثال الأول عندكم عندك دائرة بيها محولة، عندي منطيني الـ N primary 40 ترن والـ N secondary 5 ترن، عندي بالـ secondary طبعا هاي iron core لأنه خطوط متصلة، عندي بالـ secondary الـ I secondary يساوي لي 100 ملي أمبير، عندي مقاومة 2 كيلو أوم منطيني اتجاه الفولتية. المطلوب من عندي أوجد لي التيار بالبرايمري والفولتية على البرايمري، وأيضا أوجد لي
الانبوت ريزيستنس اللي المحوله المصدر يشوفها نتيجه وجود هاي المقاومه. اذا هسه انا منطين التيار السكندري، منطيني مقاومه السكندري او اللود اللي مطلوب من عندي الاي تي والفي جي والزد تي، منطيني عدد لفات البرايمري للثانوي. اولا الاي برايمري عندي انا الاي سكندري، الاي برايمري هو الان سكندري على الام برايمري في الاي سكندري، اضربهم طلع عندي شقد 12.5 ملي امبير. طبعا هذه المحوله ستيب داون مو خافضه للفولتيه بما انه عدد ملفات الابتدائي اعلى من الثانيه، فاذا هي ستيب داون. بهالحاله التيار شي يصير عندي يقل، وهنا بالسكندري الفولتيه اقل التيار اعلى، بالبرايمري الفولتيه اعلى التيار اقل. الفي لود شي يساوي لي الاي سكندري في الار طلع عندي شقد 200 فولت، بما انه هي خافضه فمعناها فولتيه البرايمري اعلى لازم تكون عندي. الفي جي شو تساوي لي الام بي على الان سكندري في في ال وطلعت عندي 1600 فولت. الممانعه الزد بي اللي اشوفها نتيجه وجود هاي المقاومه عندنا القانون الام بي على الان اس سكوير في ار وطلعت عندي 128 اوم. مثال اخر عندي An ideal transformer is rated at 2400 إلى 120 فولت، يعني معناها البرايمري 2400 السكندري 120 فولت. قدرتها الريتد مالتها الريتد باور 9.6 كيلو فولت أمبير، يعني 9600 فولت أمبير. Has 50 turns on the secondary side. أول شيء هي محولة step down خافضة، فما معناه ومنطيني فولتية الابتدائي والثانوي ومنطيني قدرتها ومنطيني عدد لفات الثانوي، فما معناها شنو عندي هاي ستيب داون، معناها الملف الابتدائي لازم أعلى تكون عدد لفاته المطلوب مني. أولا إيجاد التيرن ريشيو يعني N2 إلى N1، بعد اللي هي الأي number of turns in the primary شقد عدد ملفات عدد لفات الملف الابتدائي، بعد الكرنت ريتنج فور ذا برايمري اند سكندري شقد التيار بالابتدائي والثانوي الريتنج مال هذه المحوله. بما انه هي ستيب داون فالاي تساوي لي في2 على في1 وتساوي لي 120 على 2400 شقد طلعت عندي نسبه التحويل الاي 0.05. الاي تساوي لي ان2 على ان1 او الان1 اللي هو البرايمري. هسه اول مطلب عندي أوجدت الأي، هسه أوجد number of term بالابتدائي البرايمري راح يساوي لي N2 على A اللي هي النسبة مو؟ شقد طلع عندي 1000 term إذن الابتدائي. بعد الترانسفورمر ريتنج يساوي لي V1 في الـ I1 واللي هو 9600، إذن الـ I1 شي يساوي لي 9600 على الـ V1، شقد طلع التيار 4 أمبير. بما انه احنا قلنا ستيب داون للفولتيه اذا هي ترفع التيار مو، فالاي 2 شي يساوي لي الاي 1 على الاي 4 على البوينت اوف واي طلع عندي 80 امبير. مثال اخر داخل باناليسز دي سيركت موجود بها محوله وبها ممانعات مختلفه وعندي مصدر فولتيه والموجود عندي لاحظ هنا 4 اوم ماينس جي 6 اوم ومحوله لاحظ اتجاه الدوت وعندي في2 في1 نسبه التحويل 1 الى 2 معناها الملف الثانوي اعلى من الملف الابتدائي يعني ستيب اب رافعه هذه وعندي 20 اوم. المطلوب من عندي اول شيء اجد لي الكرنت سورس الكرنت اوف السورس اللي هي الاي 1 ايش قد، بعد أوجد لي V out على المقاومة وال KVA supplied by the source جد القدرة المجهزة من قبل المصدر 120 فولت إلى هذه الدائرة. أول شيء إحنا اتفقنا من أسوي analysis إلى دائرة بها محولة أنقل تأثير الممانعات اللي بالطرف الثانوي أو بالسكندري إلى الابتدائي وألغي المحولة تصير دائرة كأنه عندي وحدة. الزد برايمري او الزد 1 بهالحاله هنا ايش راح تساوي لي ال 20 اوم مقسومه على الاي سكوير مو الاي هي
واحد على اثنين يعني أربعة تصير أي تربيع، لأنه السكندري على البرايمري الأي هي اثنين على واحد تربيع راح تصير أربعة، فش قد قيمة المقاومة صارت عندي؟ 5 أوم. إذن هذه 20 أوم أنا راح أشوفها في هذه الدائرة 5 أوم. إذن الممانعة الكلية للدائرة هناش قد صارت عندي الزد إن 4 ناقص J6 زائد الزد آر اللي هي شقت 5، ش طلعت عندي هسه 4 زائد 5 9 ناقص J6 طلعت هذه قيمتها. أوكي، إذن الآي ون ش يساوي لي الفي ون على الزد إن قسمها طلع عندي التيار 11.1 أمبير بزاوية 33.69. بما أنه الدوت are opposite side، يعني بما أنه هسه لاحظ الفولتية منها موجبة سالبة بالدوت، هنا موجبة يم الدوت، إذن هسه الفولتية نسبة التحويل بالفولتية شاعتبرها ماينس. إذن الآي 2 شي يساوي لي ماينس 1 على أي آي 1 طلع عندي ناقص 5.5 بزاوية هالقد، واللي هي راح تصير عندي كأنه 5.55 بزاوية 213 ضفت 180 درجة حتى أعرف، لأن هذا ماينس عندي. الفي أوت تساوي لي 20 أوم في الآي 2 ضربتها طلع عندي الفي 2 تساوي لي 111 فولت. أوكي، طبعا لاحظ هنا ال 111 فولت هنا عندي المصدر 120 لنتيجة وجود المحاط المتسعات، هنا أنا عندي تغيرت قيمة الفولتية. الآن الريتنج مالتي ال KVA تساوي لي ال V1 في ال I1 على ألف قسمت، لأن هو طالب مني KVA، لو طالب مني ال VA ما أحتاج التقسيم على ألف، فراح يصير عندي 120 فولت في تيار الـ I1 اللي هو 11.1 أمبير على ألف، طلعت الريتنج مال هذه المحولة 1.332 KVA. مثال آخر راح ناخذ على دائرة موجود عندي بها محولة بها الدوتس أيضا مؤشرة وباتجاه معين، لكن أكو عندي بها مشترك بين الانبوت والاوتبوت، يعني هذه الدائرة اللي أمامي المطلوب من عندي إيجاد القدرة المجهزة إلى المقاومة 10 أوم، لكن هذه المحولة مو مفصولة الطرفين، التيار الأول اللي يمر عندي راح أيضا يمر عندي بتيار ثاني، فراح يصير عندي مشترك التيار بال 30 أوم. هالحالة ما أقدر أحل المحولة بشكل مباشر وأنقل تأثير الممانعة لأنه ما مفصولة الطرفين مع المحولة، بهالحالة ش أحتاج ألجأ إلى المش كارنتس. لاحظ طبعا هنا نسبة التحويل بين البرايمري إلى السكندري 2 إلى 1، معناها الأي شقد نص مو، لأن هي السكندري إلى البرايمري. زين خليني أجيب هالحالة، راح أسوي مش كارنت I1 و I2 أفرضهم بهالاتجاه موجودين اللوب، فباللوب الأول إيش راح تصير عندي الI1 20 زائد 30 50 I1 ناقصاً 30 I2 لأنه راح يمرون باتجاه متعاكس هنا أنا. زائداً ال V1، ليش زائداً ال V1 هنا أنا مو ناقص صارت؟ لأنه لاحظ الدوتس أوبوزيت والI2 يمر بهالاتجاه، فالفولتية اللي راح يولدها ناقص، يعني الفولتية V1 نتيجة تأثير V2 هي ماينس لأنه أوبوزيت، وأنا راح أخليها ماينس لأن التيار يمر عكسها فراح تصير موجب. أوكي، هاي نقطة لازم تنتبهوا لها، يعني أنا أثناء ما أكتب اللوب وصلت إلى هذه الـ V1، الـ V1 لازم إيش أكتبها هنا؟ ماينس، لأنه عكس مو اتجاه الـ I1، لكن هي عكس وهي ناتجة من V2، هذه الـ V1 هي ناتجة من V2 من I2، فصارت سالب وأمامها سالب صارت موجب. شو يساوي لي مصدر الفولتية اللي هو 120 فولت. اللوب الثاني عندي ناقص 30 I1 لأن مشترك، وعندي شنو؟ لاحظ
I2 في 40 لأنه 30 زائد 10 ناقصا V2. ليش؟ لأن هو بنفس الاتجاه المفروض يكتب موجب، لكن تأثيره هو من V1 جاي، وV1 الدوتس عكس فراح تصير ماينس V2. الآن لاحظ أنه أنا هسه في هذه الحالة عندي I1 I2 وعندي V1 V2، عندي فور unknowns مو أربع مجاهيل، أنا شو أحتاج بعد؟ لازم معادلتين. من المحولة ال V1 شي تساوي لي؟ ناقص 2 V2 مو؟ ال V1 تساوي لي ناقص 2 V2 لأنه نسبة التحويل هي 2 إلى 1 وهي معكوسة لأنه ال V النوتس متعاكسة. شو راح تصير؟ ال V1 ناقص 2 V2 زين. ال I1 شي يساوي لي ماينس 0.5. ليش ماينس؟ هذا داخل بالنوت وهذا داخل بالنوت وهما متعاكسين. إذا أرجع على الفقر اللي ذكرناه اللي بي أربع رسومات توضح لي شون أكتب التيار والفولتية، راح ألقى بهالحالة ماينس لازم أكتبها. فتلاحظ الفولتية والتيار اثنين هم ماينس صار عندي، بس هذا في اثنين هذا في نص. هسا صارت شنو عندي؟ أربع معادلات وعندي أربع مجاهيل. اللي أحتاجه أنا بما أنه أحتاج القدرة بالآر 10 أوم، فأنا أحتاج الطرف الثاني. أنا إذا أحتاج V2 وI2، فش راح أسوي؟ أعوض عن V1 وI1 في هذه المعادلتين الأولى والثانية بما يعادلها نتيجة V2 وI2. أجي على المعادلة الأولى 50I1، الI1 ش راح أعوض عنه؟ ناقص نص I2 مو؟ ش صار عندي؟ 25I1 ناقص 25I1 ناقص العفو I2 عوضت هذا مو؟ ناقص 25I2 ناقصا 30I2 ش تقد طلع؟ ناقص 55I2. V1 ش أعوض عنها؟ ناقص 2V2 يساوي لي 120. أجعل المعادلة الثانية I1 ش راح أعوض عنها؟ ناقص نصف I2 ش صار؟ زائد 15 زائد 40 زائد 55I2 أوكي ماينس V2 أخليها. هذه إذا أنقل الـ V2 للطرف الثاني راح تصير عندي V2 تساوي لي 55I2. يعني هنا أنا فقط مجرد تلاعب رياضيات مو أكثر، مجرد عملية حل معادلات آنية وتعويض أحد القيم بالأخرى. إيش راح يصير عندي بمكان V2 هنا؟ راح أعوض 55 I2. إذا أحلها إيش راح يطلع عندي هنا؟ طبعا هنا ناقص 55 ناقصا 110 ناقص 165 V2 تساوي لي 120 I2 عفوا تساوي لي 120. راح يصير الI2 شي يساوي لي ماينس 0.73 أمبير. أوجدت التيار I2 طبعا طلع ماينس عكس اتجاهه، لكن أنا اللي يهمني القدرة، القدرة ما تعنيني ماينس أو موجب مو؟ ش راح يصير عندي؟ القدرة في الآر 10 أوم هي I2 سكوير R. كل اللي أحتاجه أعوض I سكوير R طلع عندي 5.3 واط. إن شاء الله واضحة عندكم. فقط هي الإشكال أنه أنتبه إلى الدوتس وأنتبه إلى اتجاه الفولتية، الإشارة موجبة أو سالبة، واتجاه التيار، وحسب ما موجود عندي بالفقر السابق أقدر أعرف التيار والفولتية راح أكتبها موجب أو سالب.